تمن تحواض حضرتك مساحة الحوض 5000 متر مسطح. ده بنربي فيه بولتي في الصحراء دي وعلى يمينك الجبال دي، وبعد 25 كيلو من اول مدينه تلاقي زمك. ده خيال، ده خيال يا دكتوره رشا. فلفل الوان احنا عندنا كذا صنف من الزيتون بتاع المنطقه. الميه جايه من تحت عند ربنا نظيفه، ما فيش حد. المزارع اللي احنا بنعملها للتجمعات المخليات والحاجات دي. ايوه كده.